الله جليل الله جليل بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل الله جليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. نحن لا نزال نقرأ في أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغبة وحرصا على أن نتخلق بأخلاقه، فمن أخلاقه زهده في الدنيا، والأصح زهده فيما سوى الله عز وجل، ما كان له تعلق قلبي وفكري ونفسي هدفه من الحياة وغايته إلا الزيادة من معرفة الله وزيادة القرب إلى الله، والقرب الإنسان بيقترب من الإنسان بالمكان، أما القرب من الله القرب بالذكر، كن دائما الإنسان ذاكر لله، القرب بالحب، القرب بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، بتنفيذ أوامر الله، حتى تنتهي معه هذه الأمور يجد الله دائما معه ويشهد الله دائما في مرآة قلبه. فهذا بهذا الوضع ما عاد بيستطيع أن يتوانى ويتكاسل في أداء أوامر الله، عرف غايتها وحكمتها أم لم يعرف؟ لأنه يعلم بأن الله عليم وحكيم، لا يأمر بشيء عن جهل، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، والحكمة ما لمصلحة الله، لمصلحة الإنسان. الإنسان في هذا العصر ما بيعرف من شخصيته إلا جسده، كما تعرف البهائم والدواب. البهائم والدواب ما بتعرف إلا ما يصلح الجسد فتقبل عليه، وما يؤذي الجسد فتبتعد وتتحاشاه. هذا الإنسان الحيواني. إذا كان كل أحاسيسه وكل شعوره فيما يتعلق بجسده، كيف يسكن، كيف يأكل، كيف يلبس، كيف يعظم الجسد، هذا حيوان ابني، لكن بصورة إنسان. والله شرحهم بقوله إنهم إلا كالأنعام، بل قال بل هم أضل، لأن الحيوانات ما أعطيت الدماغ والعقل الذي يتعرف إلى الحقائق الواسعة. فالإنسان هو الذي يعرف أنه جسد وروح، وحقيقته الذاتية هي التي تسكن في هذا الجسد، ووجدت في حوض هذا الجسد مثل البذرة، بده يغذيها ويسقيها وينميها حتى يحول نواتها إلى نخلة. فإذا جابت النواة
بجسمها ورسمها وصورتها واسمها ما خسراني. خسراني الحيوان المنوي. إذا خسر الاسم حيوان منوي وخسر الصورة وبيلتقي مع البويضة براسه بس، الذنب اللي هو 9 أعشار بيروح للكب، يعني إذا آسر 9 أعشار روحهم وصفي راسه واتحد مع البويضة خسر الاسم والرسم والجسم والحق. لكن انتقل بعث بعث ثاني، بصير علقة، بصير مضغة، بصير إنسان، بصير بعدين ملك. فالخلاصة فالقرب إلى الله، القرب أن تجده في قلبك، أن تجده في فكرك، أن تجده في أعمالك، أن يجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. هذا إيش؟ فهذا القرب وهذه المعرفة ما دام مخلوق لينمي روحه، ليغذي روحه بالحكمة والعلم الإلهي والفضائل والأخلاق الربانية، وبهذا القرب بيشعر بسعادة وبيشعر بسرور وبيشعر بملك دونه كثير، ملك الدنيا من أولها إلى آخرها. كان بعض الأولياء يقول لو علم الملوك ما نحن فيه من النعيم لقاتلونا عليه بالسيوف. لذلك عبد إذا صار عنده زهد فبجهد النبي بالمال ما كان له تعلق، لكن كان يحتاج إلى المال، والله كان يدعو إلى إنفاق المال وبذل المال، فهل يبذل المال إذا كان المال مفقودا؟ هون صار في خلل في الفهم الإسلامي، فهمنا من الزهد أنه نترك الحياة. لا، لا تترك الحياة. إذا كنت رجل كن رجل القلب، رجل الحكمة، رجل القرآن، تعرف كيف تتصرف بالمال، كيف تستعمل المال. فالنبي كان يضع الأشياء في مواضعها، حتى شقفة الخبزة ما يضيعها لأنه إلها محل، لحتى يعلمنا أن لا نضيع شيئا مهما كان تافها إلا وننتفع به. قديش عندنا معادن، قديش عندنا سيول في الشتاء، قديش كان عندنا الأنهار تروح إلى البحار. هي إذا ما نقيس على الفقه الإسلامي. وفعل النبي لما شاف معزاية فطسانة على المزبلة قال لهم هل أخذتم جلدها وإهابها فذبغتموه. فمنكون إحنا علماء بالإسلام أما جهلاء، ونفعل هذا بتعليم رسول الله الذي هو تعليم الله، لأنه ما فيك جسد، الجسد بده، لكن ما يكون تعلقك بالجسد ومتعلقات الجسد، تعلقك بالله وبأمر الله. الله بيعلمك كيف ما تضيع شقفة الخبزة، وما تضيع بقايا الصحن، وما تضيع من الحنفية نقطة مي، وبلورة الكهرباء ما تضيعها ثانية واحدة، ولو ملك الدولة. ملك الدولة هذا كله ملك الله، هذا لازم ما ينصرف إلا فيما ينفع. هذا الإسلام يا أبني، احكي للإسلام لأي واحد غير متدين. إذا كان ملحد الإسلام هيك، الإسلام بيطلع في ثقافة دنيوية أكثر من ثقافة الدنيويين، وعنده عقلانية أكبر منهم، وعنده شوق إلى العلم ومعرفة كل ما ينفع أكثر منهم، بيزيد عليهم بعلم الروح
بفضائل النفس، بمكارم الأخلاق، بالإنسانية، بالعالمية، ما مع الناس، مع كل المخلوقات. هذا ابني أرجينا الإنسان في أعماله وسلوكه، في عقله وعلمه وحكمته، وخلي حدا ما يعشى ولا شو. مستحيل يا ابني. الإسلام غير موجود. نحن عم نظلم الإسلام بتسميتنا بالمسلمين، عم نسيء له. إذا واحد تصور بصورة الدين وطلعت منه إساءات أو سيئات أو نقائص أو جهل أو حمق أو خلاف المنطق أو خلاف الواقع والزمن، عم يسيء للإسلام إساءة غير محدودة ابني. واللي عم يحسن تمثيل الإسلام يحب، ويحب الإسلام من زاويته، ويحترم الإسلام ويكرم، ولو في وسائل كافية الناس كلها بصير عشاق للإسلام. قال: فمن زهده أنه ما أكل على خوان، الخوان يعني على طاولة، قال يأكل على الأرض. يعني بزمانهم النبي فاضي يعمل طاولات، النبي فاضي يعمل قلوب، الأكل ثم أكل ماشي الحال. أما هلأ إذا صار الأكل على الطاولة وعادة متبعة، يعني ما هذا الدين تبع الطاولة، هذا شيء زمني. صار الطاولة كل على الطاولة، على الأرض على الأرض، المهم أنه ما تضيع وقتك صنع الطاولة، ضيع وقتك في عمل إنتاجي ينفع الخلق. ما أكل على خوان، شو الخوان؟ الطاولة. ولا في سكرجة، قال إناء صغير يؤكل فيه القليل من الأدم، يستعمله المترفون من إحضار المخللات ونحوها من المهضمات والمرغبات بالأوتيلات وبالعزائم الفخمة. أول بيحطوا مقبلات بصحون صغار لحتى قال تجي إيش؟ تجي القابلية. قال: فما أكل على خوان ولا في سكرجة، شو مقبلات ما مقبلات. نحن بدنا المقبلات الروحية اللي تفتح قابلية الروح، قابلية العقل للعلوم، للفضائل، للأخلاق، للأعمال الجليلة. ولا خبز له مرقق، الرغيف المرقق إن هذا كان شغل الزناقين والزعماء والمترفين. الناس الآن عبيهم تنفيذ خروقهم وتنظيفها، لكن ما عبيهم تنظيف قلوبهم وتنظيف نفوس من رذائلها ومحقراتها. ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا اللباس الجسدي. قال في لباس ثاني، طعم ثاني، شو الطعم الثاني؟ الأولاني للقاء الخلق، الثاني للقاء ومجالسة الخالق، وهو لباس التقوى. وين خياطه؟ الأولاني بسوق الخياطين، الثاني وين؟ في إلك شي خياطي لبسك لباس التقوى؟ إيه. وأنو أعظم؟ أنو أجل؟ أنو أغلى؟ أنو أبقى؟ أنو أسعد؟ ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى بصير بتقوى الله، بصير بالهجرة، بصير بالصحبة، بصير بالمحبة، بصير بتنفيذ الأوامر، باجتناب النواهي، أقل النواهي العملية والبدنية والقلبية والفكرية. لو وقع بنفسك فكرة سيئة انكشفت عورتك أمام الله، ظهرت سوءتك، ظهرت نقائصك وعيوبك،
في أخلاقك، في ضميرك، في وجدانك. هي الإنسانية يا ابني. فبهذه القوانين التربوية استغنى النبي عن المحاكم والقضاة والسجون، وأراد أن يعممها عالميا. إنما المؤمنون إخوة. فشو الإيمان الذي النبي بعث به؟ هو يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني العلم والعقل والفكر والحكمة والأخلاق وتزكية النفس. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. مين يكفر به؟ مين بيكفر بالعلم؟ مين بيكفر بالحكمة؟ مين بيكفر بتزكية النفس ومكارم الأخلاق؟ والكفر كان ضد المعاني الثلاث: الجهل، ووضع الأشياء في غير مواضعها من جهل أو ظلم، ورذائل الأخلاق من خيانة وكذب وعدوان وسرقة. ويجي الحرامي، اي والله هذا تعبان بماله، هل كان متخاطر سهران الليل والنهار بخمس دقائق يدقهم ويلعب فيهم بالأمر، إيه وما له حاسب، لا حساب الله ولا حساب، ولا انه هذا تعب، لا لا ايمان ولا انسانية ولا وجدان ولا ضمير. فتزكية النفس الإسلام هو هذه. ومن يدعي الإسلام يعني يدعي العلم والحكمة والتزكية، فإذا ادعاها وليست فيه هذا شو بيكون؟ شو؟ احكوا مرافق منافق. النفاق أن تدعي الإسلام ولا تحمل علومه وأعماله وتطبيقه. هلا الأكثرية شو؟ مسلمين، لما كفار لما منافقين. قبل كل شيء بتكون الذكر يا ابني، الذكر بدك تعلى بدركسيون النفس، قلبك، روحك، ضميرك، نفسك. هي إذا خضعت لجلال الله، لعظمة الله، لجمال الله، هان عليك كل شيء. مالك اللي هو مالك تزهد فيه. فكيف عاد ما بتزهد في مال الناس، تغشه أو تكذبه، تكذب عليه أو تخدعه أو تسرقه أو تنهبه أو تظلمه، إذا كان تزهد في مالك الحلال، ما بتزهد في المال الحرام؟ بدعك قاضي ولا خبز له مرقق ولا رأى شاة سميطا قط. الشاة السميط الغنمة اللي بتنشوى بجلدها بعد ما بينطفوا بطنها من الأوساخ، يحطوها بالتنور أو بالفرن بإيش؟ إن عواض الطنجرة، بس جلدها طنجرة، يعني كمان هذا شغل أكابر. النبي فاضل حتى يستنى الجلد والملد ومدري ايش. قالوا العباقرة، هيك رأيت في بعض الكتب الحديثة، قالوا العباقرة من طبائعهم أن لا يهتموا بتوافه الأمور بالنسبة لأجسادهم، بالنسبة لمظاهرهم، بالنسبة بأفكارهم. فكره ما متعلق بالمسائل التافهة، متعلق. وإذا كانت النفوس كبارا تبعت تعبت في مرادها الأجسام. ولا أكل صميطا صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: كان إذا نام كان فراشه جلدا مدبوغا. جلد ايش؟ مدبوغ. اي فرشته؟ ولو راب سيدنا عثمان جهد جيش تلت جيش العسرة، لو قال له اعمل لي قصر بيعمل له، وعمل لي تخت احسن من تبع هرقل، بينفق كل ماله سيدنا عثمان. وفي أغنياء الصحابة ساعدوا غيره، كله كان
يوجه صرف المال إلى الضروري. لما سيدنا فاطمة طلبت خادما قال لها كيف أعطيك خادما وأهل الصفة بطونهم تلصق في ظهورهم؟ وين صفة الاشتراكية؟ هلأ خربت شوف هيك بيعمل ولينين وماركوس هيك. سيدنا عمر في عام الرمادة وشه صار مثل الصفوة، ما عاد أكل لحم، كان يأكل خبز وزيت. قالوا له يا أمير المؤمنين أنت حامل مسؤولية كبيرة. قال له والله لا أكل اللحم حتى يفرج الله عن المسلمين، متى ما الأمة أكلت اللحم أنا بأكل لحم. بالاشتراكية فيه الشيخ ما بذكر هالأمور، وإذا ذكرت كمان لا تذكرها بشكل أنه يكون فيها يعني تنقيص للآخرين، بس اذكرها للبيان بشكل اللطيف الرفيق الحسن. ما مرادنا نحن النقد، مرادنا التعليم، وبالرفق والموعظة الحسنة. قال ومرة وتارة كان ينام على شيء مثل اللباد، يتنوله يا تنيتين. قال فثنيناه له ليلة بأربع طاقات، تنوله يا أربع تنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة، شو عملتوا بفرشتي؟ قالوا تنين لك يا أربع تنيات. قال ردوه بحاله، فإن وطأته هذه الليلة منعتني عن كمال حضوري مع الله عز وجل، أو شغلتني عن القيام لصلاتي وقراءتي. هذا كله تعليما لنا، كله تعليما. هلا بتحس تناموا على السجادة، ما كل زمان له ترتيب. المقصود ما يكون همك جسدك، صار لك فرشة بتنام على فرشة، تخت هلا بتنام على تخت، وصحيا تخت الرفاس هذا ضار. هذا في الطب القديم كما هو في الطب الحديث بينزع فقرات الظهر، احسن شيء التخت على الخشب، كل ما كان قاسي اكثر عند النوم الفقرات ما بينحنوا. فلذلك تنيتين هذا الطري لما يابس من جهه ما بده يشغل نفس النبي بمحقرات الامور، وكمان من ناحية ثانية العلم كشف انه هذا هو النوم الصحي، والحجاز دافية هو برد بموسكو، تنام على البادئ بدك يمكن انيك فرشتين كل محل تعطيه. ايش المقصود؟ انه ما يكون همك بهالتوافه، خلي يكون همك صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا ركبت فصيدي الأبطال. وتارة كان ينام على سرير منسوج من سعف النخل، يعني اللي موجودة اللي بمكة تخوت حبال من ليف، من غير لا فرشة ولا طراحة، حتى تارة كان يرى أثر السرير في جنبه لكونه كان يرقد عليه من غير حائل بينه وبينه. هلا الأمم الراقية ما بيعملوا الكشافات، الكشافة
بيطلعوا على الجبال مشي وعلى الوديان ومدري ايش لحتى يعلموا الامم على التقشف. هي الامم الراقيه. نحن عم نعلم اولادنا وانفسنا على الرفاه وعلى الترف وعلى الراحه. هي ما تربيه الامم الراقيه ولا هي التربيه الاسلاميه، هي تربيه الامم المتخلفه الضعيفه العاجزه. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قال: وان كان ليظل جائعا طول ليله فلا يمنعه جوعه من صيام يومه. بلا عشاء كمان بلا سحور فيصبح ايش؟ صائما. ويشكي لحدا؟ شلونكم انتم يا ترى؟ تحسنوا؟ هي السنه. فقالت عائشة: ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به من الجوع وأمسح بطنه وأقول: نفسي لك الفداء، لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك. اكل لك شوية حتى يقوى بدنك، خذ من الدنيا. فيقول: يا عائشة، ما لي وللدنيا. هذا يا ابني لو كتبت سيرة للنبي وباللغات المختلفة ومبعثت لأوروبا، لو عمل أفلام ومبعثت لأوروبا وأمريكا، من هون تنحل قضية فلسطين. بالسلاح ما بتنحل، بالجيوش ما بتنحل. هذا رأيي، وخلي كل الناس تعرف هذا رأيي. لأنه امريكا وصار قنابل ذريه، لو ملكنا ما بتنحل. اما اذا سنا نحتل قلوبهم تتحول الدنيا الى اسره واحده، الى انما المؤمنون اخوه. والتآخي بايش بصير؟ بالعلم والحكمه والاخلاق. هي اللي بآخي الناس بعضهم مع بعض. ما لي وللدنيا اخواني من اولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا. صبروا على الجوع وعلى الشدائد وعلى الإعراض وعلى الأعداء وعلى الإيذاء، فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مثواهم. تحملوا هالأشياء ما لأجل أن يعذبوا أجسامهم، لا، لكن في سبيل إسعاد الآخرين. مروا بهذه الأحوال. إذا بده يشتغل بالتجارة ويشتغل بالدعوة ما ممكن، فترك التجارة صفي فقير واشتغل بالدعوة جاع، صبر على الجوع. اشتغل بالدعوة هذاك شافوا انه بده يعمل زعامة، بده ينازعوا على زعامته، صار يحاربه وصار يعمل عليه إشاعات أشكال ألوان. الثاني صار يحسده. الثالث يجهر الدين ويعادي، بده يعادي الدين، بده يطلع عليه اشاعات اشكال الوان. وفي جو جاهل لا عنده عقل ولا عنده دين. العقل ما بيسمح لك تقبل خبر اي انسان حتى تتثبت. العقل ما بيقول لك يجوز ان يكون هذا كاذب او مغرض او متقول او جاهل، اتبين. هلا اذا واحد اعطاك الماسه وقال لك هي حقها 30,000 ليره وهات، وهي بتنباع ب 50,000 ليره، تقبل كلامه؟ وبتدفع له؟ العقل بيقول لك تبين والدين بيقول لك تبين. معناته الدين اذا عقلك ما أدرك تبين، عم يجي الدين عم يقول لك تبين. فالدين منمي للعقل، الدين مغذي للعقل بالعلم. فقال: إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحي
إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، أن يقصر بي غدا، بدي أنا أتحمل أكثر مما تحملوا، وأبذل أكثر مما بذلوا، وأصبر أكثر مما صبروا. طالب العلم عم تربى هيك يا ابني. وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. بدي ألحق القافلة تبعه، إذا بدي آكل كتير بدي أتنعم كتير. هن تركوا في الله ولله، وتركوا في الوقت المناسب. بعدين لما الله فتح على النبي، وإذا صلوا كمان ما يترك، إذا قدموا له خروف مذبوح يأكل من اللحم، قل هذا الزراع يأكل الزراع يأكل الزراع. يعني المقصود ما يكون همنا الدنيا، إن تيسرت أخذنا منها كفايتنا، وإن لم توجد المطلوب الله حبا وذكرا وعلما وطاعة وتقوى وزيادة. كل يوم نزداد علما وحكمة وأخلاقا وقربا إلى الله وإخباتا وخشوعا. هذا المسلم. لا بورك لي في يوم طلعت فيه الشمس لم أزدد فيه قربا من الله عز وجل. قالت رضي الله عنها، فبعد ما قالت له القول ورد عليها الرد بأولي العزم، قالت: فما أقام في الدنيا بعد قوله ذلك إلا شهرا حتى توفي. يعني وهو ملك الجزيرة العربية كان بهذا الزهد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.